هل هو من السلفية استخدام أسماء المجهول ودخول على مواقع الإنترنت ويسبب المشاكل؟ لا، هذا في الحقيقة من التدليس والتزوير، من التدليس والتزوير والخيانة والخيانة والكذب. أن يدخل بأسماء مستعارة ثم يصوب ويخطئ ويفتي وكذا، لا. إذا كان عالما يتكلم باسمه أو باسم الموقع، موقع العالم الذي يتكلم من خلاله، وما أفسد على الناس في دينهم ودنياهم إلا هذه. هل تعلم أن بعض الدول العربية والإسلامية كمصر وليبيا واليمن، وكاد هذا الأمر أن يأتي لنا بالسعودية، أن تسقط هذه الدول بسبب هذه المعرفات المجهولة؟ سبحان الله. نعم، بارك الله فيك شيخ.